غيرت وضعها، منطقة جميلة للخصائص والمقومات التي تجعلها وجهة سياحية وكنزاً من كنوز الطبيعة. وتعتبر أعلى بحيرة فوق سطح الأرض بالجزائر، فهي محمية بيئية تزخر بمناظر خلابة ومقصداً للعديد من السياح للراحة والاستجمام. وتعد مخزناً متنوعاً للثروة الحيوانية كالنسور وطائر العقاب، وتنوعاً كبيراً في الأشجار والنباتات كشجرة البلوط والأعشاب الطبية النادرة. وتمتد البحيرة على مساحة واسعة تحيطها الجبال الشاهقة في فضاء مكشوف يستقطب عشاق الخيول والفروسية. فالقادم لهذه البحيرة يرى إبداع الخالق في أرضه، فهواؤها العليل وعبق رائحة أشجارها المتنوعة تجعل الزائرين في راحة نفسية تامة. ويكثر الإقبال عليها في نهايات الأسبوع للاستمتاع بهذه التحفة الربانية. وتبقى بحيرة الضايا من بين أجمل المناطق الطبيعية التي تزخر بها الجزائر، والتي من شأنها الدفع بعجلة التنمية السياحية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.